مشاهدينا الأعزاء ومستمعينا الكرام، في هذه اللحظة نحن نتواجد هنا في المقصورة الرئيسية، في مقصورة متميزة هنا في ميدان الشعب، ميدان اللبسة، وعلى الهواء مباشرة عبر قناة دبي ريسينج وقناة أيضا وإذاعة أم القيوين صوتا. هنا يحضر سيدي سمو الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلى الذي يرعى برعايته الكريمة انطلاقات صباح هذا اليوم وانطلاقات مساء هذا اليوم، فنقدم له الشكر والعرفان على هذا الحضور الطيب اللي عهدناه من أنجال أصحاب السمو الشيوخ. بداية يتفضل سيدي بتتويج الأخوة المساهمين في مهرجان أم القيوين الثاني عشر، بداية تكريم جاسب بن خليفة بن جاسب المسافري اللي قدم أيضا جوائز قيمة لهذا المهرجان. شكرا، شكرا لجاسب بن جاسب المسافري على هذه المساهمة باسم رئيس اللجنة أحمد بن خلفان بالشاوي. أيضا هناك تكريم آخر أيضا لسالم بن جاسب المسافري، ولكن أيضا يستلم نيابة عن جاسب بن خليفة. أيضا هنا إبراهيم المسافري يستلم تكريم سعادة سيد بن جعفر بن مرخان الاجتبي اللي ساهم أيضا بدوره مساهمة جميلة في إحياء هذا التراث، وأيضا مساهمة من علي بن هزيم المسافري وأحمد سيف الزفين وعبد الله بن نصيب بن قيطة العامري وسعيد يابر بن عبد الله. كل الشكر والتقدير لهم على هذه المساهمة. أيضا هناك تكريم من اللجنة المنظمة لهذا المهرجان على وصول زميلنا الإعلامي المتميز من المملكة العربية السعودية الشقيقة ونائب بن سعود البلوي، أحد الأصدقاء الأعزاء على قلبي، يكرم من قبل اللجنة ويكرم من قبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلى. شكرا، ويستحق التكريم بسعود، ألف مبروك. أما الآن إليكم تكريم الأخوة الفائزين في أشواط مسائي هذا اليوم. الشوط الأول للقاية بكار محليات كان للجذابة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، سالم بن حمد بن هيان العامري اللي كان يضمرها، عبد الله بن تركي الاجتبي أيضا نيابة عنه يستلم الجائزة، وهي سيارة مقدمة من سعادة السيد بن جعفر بن مرخان، والسلام إلى أهل الهير، ألف مبروك. الشوط الثاني بكار مهجنات لقاية، وكان أيضا لمهمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وسعيد بن راشد بن غدية الاجتبي كان مضمرا لمهمة، وسيارة مقدمة من السيد عبد الله بن نصيب بن قيطة العامري، المبروك. شوط الجعدان المفتوح الرئيسي أيضا، وكان شوط رمز متميز وذهب إلى شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وهجن زعبيل وراشد بن محمد بن مروشد، أيضا يستلم الخنجر المقدمة من اللجنة، بالإضافة أيضا إلى السيارة المقدمة من علي بن هزيم المسافري. أيضا الشوط الرابع للبكار المحليات ذهب إلى مدينة التراث ومدينة سويحان والسائحة، ملك سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الهيان مع أحمد بن خلفان بالصايغ المزروع الجنتلمان، أيضا وصل السلام إلى أهل سويحان، وسيارة مقدمة لأحمد بن سيف الزفين، هذا هو أحمد بالصايغ، يكرم من قبل سمو الشيخ محمد، وألف مبروك والناموس. الشوط الخامس كان للبكار اللقاية المهجنات، وذهب الناموس إلى بدع فلاب وإلى العاصمة الحبيبة أبوظبي، حملولة ملك معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد ومحمد بن سعيد بن بروك الحميري، وسيارة مقدمة من سعادة سيد بن جعفر بن مرخان الاجتبي، ألف مبروك. الشوط السادس كان للجعدان لقاية المحليات، وذهب إلى الأسد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، سالم بن حمد بن هيان العامري، عبد الله بن تركي الاجتبي ايضا نيابة عنه يستلم الجائزة، والسيارة مقدمة من سعادة ناصر العوض المنهالي، ألف مبروك. الشوط السابع كان للجعدان اللقاية المهجنات، وذهب لهمول
لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد يكرر الإنجاز مع محمد بن سعيد بن بروك الحميري، وأيضا السيارة مقدمة من السيد عبد الله بن نصيب بن مقيطة العامري. الشوط الثامن ابكار محليات كان لهمول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، احمد بن سلطان بن رشيد السويدي هو المضمر، وايضا كانت جائزة مقدمة من شاسب بن خليفة بن شاسب المسافري. شكرا لشاسب، شكرا شكرا حمد بن نايع نيابة عنهم، وشاسب بن خليفة احد الداعمين لمهرجان ام القيوين، وسالم بن شاسب له جزيل الشكر والعرفان. ايضا الشوط التاسع كان للبكار اللقاية المهجنات، وذهب لمياسه وبقى الناموس في ام القيوين وفي ميدان النبسة لسمو الشيخ عبد الرحمن بن احمد المعلى، مضمرها امير حسين، وايضا سيارة مقدمة من سالم بن شاسب بن خليفة المسافري. عبد الله عاجل طارش التميمي زميلنا الاعلامي هنا في ميدان اللبسة يستلم نيابة عنهم. الشوط العاشر كان للجعدان المحليات اللقاية، وكان لسلعود لسمو الشيخ حمدان بن محمد حمدان بن راز بن سعيد المكتوم وسهيل بن هيان العامري. الشوط الحادي عشر كان للجعدان المهجنات، وكان لمزارك لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الهيان واحمد بن خيفان بالصايغ المزروعي. هكذا كانت النتيجة. شكرا نقول لسمو الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلى على هذا الحضور وعلى هذا التفضل والتواضع من سموه الكريم، هذا ما عدنا منه، فشكرا يا سيدي باسم اللجنة. شكرا لأيضا السلطان الخارجي احد رموز ميدان اللبسة ايضا، نعم، واحمد بن خلفان بالشاوي رئيس اللجنة الدائمة. شكرا لشاسب بن خليفة ونايف البلوي ايضا، اقدم لباقة ورد ودهن العود على حضوره الطيب في هذا الميدان. الى ان نلتقيكم باذن الله تعالى غدا في تمام الساعة 7 صباحا، لكم اجمل ورق تحية ايضا مني ومن قدال النيل مع هذه المجلة المميزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.